شهوب كتير عن جد، بس في شيء أحلى من المروحة، كباية الليموناضة اللبنانية، شيء كتير طيب. هيدي الروسات عمليها بهالماشين، بس فينا نعملها بحيل لمكنة تانية. بدي كباية سكر، نص كيلو تلج، بطحنن، وإذا ما عندي ماشين مثل هيدي بستعمل مي مجلدة. بقشر ليمونة بس ما بقشر على الآخر، بترك فيها شوي قشر حتى تعطي نكهة المرورة بالليموناضة. بدي نص كيلو حامض. انتو شو بتسموها هالليمونة؟ نحنا بنسميها حامض. شفتوا قدي بترك من الليمونة؟ هل قدي. هلأ شو بعمل؟ قصة مثل ما نعم حطها بالماشين، حط السلة فوقها وبسكرها وبطحنها، برجع بزيد عليها لتر مي، يعني صار عندي لتر ونص مي. نقطة صغيرة ما ظهر، يعني ما بعرف كيف بدي قلها ثانك يو لأختي لأن جبت لي هالماشين، هينت لي حياتي بالمطبخ. هيدي الروسات عمليها بهالماشين، بس فينا نعملها بحيل لمكنة تانية. بهيدي المرحلة بستعمل مصفاية حتى صفي قشر الليمون، هيطلع عندي بس الجوز تبع الليمون. الليموناضة، الليموناضة اللبنانية أطيب ليموناضة عن جد. لاحظتوا المصفاية حطيناها تنصفي الليمونادة ما ينزل ولا شقفة من قشر الحامض بالبريق. يا ريحتهم شو طيبة. هلا رح نذوق. لونها، ريحتها، نكهتها، العقصة اللي فيها غير كل الليمونادة اللي بتذوقوها. وهيك بنكون عملنا أطيب ليمونادة ممكن نذوقها، الليمونادة اللبنانية، بتغطي عليهم كلهم سوا. ما بننسى شو؟ نفس بالطبخ، شي كتير طيب.